وبليز الامهات كلهم اللي عم بيشوفوا هذا الفيديو، صحة اطفالكم امانة برقبتكم. جايز انا وئام، واليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم زي ما قريتوا رح يكون عن افكار لوجبات صحية للجامعة وللمدرسة. بحكم اني انا بدرس في الجامعة وبدرس فول تايم، فبيجي وقت الغداء اللي كلياتنا نلاقي فيه مشكلة، خاصة الناس اللي بدهم يدخلوا في دايت او الناس اللي بدهم يحافظوا على رشاقتهم. فالحل هو انه احنا نحضر healthy food في البيت وناخذه معنا للشغل، للجامعة، للمدرسة، وتذا. وبليز الامهات كلهم اللي عم بيشوفوا هذا الفيديو، صحة اطفالكم امانة برقبتكم. احيانا بنشوف هيك اطفال كتير صغار بعمر كتير صغير وبيعانوا من السمنة واكلهم كله يوني هيلثي، فبليز حاولوا انكم تعملوا هاي الخطوات البسيطة لاطفالكم علشان يظل وزنهم زي اي طفل عادي وما بيتعقدوا من هيك شيء، وثاني شيء بيحافظوا على نموهم الطبيعي وينمو بطريقة عادية. أما أنتم أصحاب الحجج، هلأ ما عاد في أي حجة إنك بتفوت على الدايت وما بتقول وقت الغداء ما عندي شيء أكل فأضطر إني أنا أكل جنك فود وإلا فاست فود. نو، عنا كلياتنا الوقت بس العزيمة، وهي أفكار صغيرة بسيطة مني عشان تقدروا تاكلوا أكل صحي وما تضطروا تاكلوا الفاست فود. بس ملاحظة بسيطة قبل ما نبلش الفيديو، حبيت أخبركم إنه هذا الفيديو رح أدخل به بمسابقة أسبوع يوتيوب المرأة العربية. وهلأ بدون ما نطول عليكم يلا نبلش بالفيديو. وبنبلش بفطور الصباح. أكيد جايز ما فيني أحكي لكم قديش فطور الصباح مهم، فمهما كان ومهما كنتي أو كنت مستعجل احرصوا دايما انكم تاخذوا فطور الصباح، لانه اهم شيء في كل الوجبات وهو اللي يعطيك الطاقة والحيوية. فهون انا فضلت اني انا اخذ الشوفان لاني كتير بحبه، وضفت عليه الحليب العادي. انتو فيكم مثلا ضيفوا الموند ميلك اذا بتحبوا، وشو ما بدكم من نوع الغلال. انا فضلت اني اضيف الفراولة وشوية لوز ومعها كمان بوفريوة، ملعقة عسل صغيرة رشيت عليها، وفيكم انتم تستغنوا عن العسل اذا عندكم اي حساسية. هلأ بننتقل للوجبة الثانية اللي هي وجبة الغداء، وهي طريقة الاكلة تعلمتها من رفيقتي في السكن الجامعي. اول شي رح ناخذ الزبدة ونحطها على نار هادية ونضيف عليها الرز ونخليهم هيك يتقلوا شوي مع بعض، ونضيف عليها تقريبا نص كوب خلينا نقول مي، ونخليها هيك يعني شوية المزيج ينخلط ببعض، وبعدين نحط كل الرز في الطنجرة عشان تتفور. هلا بنحضر الصوص اللي هو رح يكون صوص الرز تبعنا. اول شي ضفت صدر الدجاج ورشيت عليه شوية من زيت الزيتون، وضفت له الخرقوم وكمان شوية بصل وبطاطا بعد ما قطعتها لقطع صغيرة زي ما شايفين، وضفت اكيد التوابل اللي انا بدي اضيفها. هون حطيت الكركم والتابل الكروية والملح وخلطت المزيج كامل، وبعدين ما خليته يتقلى شوي ضفت عليه المي وغطيته، وبعدين زي ما يغلى كل المكونات حتى كله نشف وصار زي ما عم تشوفوا في الفيديو. هلا باخذ الرز تبعي وبزيده السلطة اللي قطعتها، انا حبيت هيك اضيف يعني سلطة عليها، وبضيف معها الصوص اللي حضرناه سوا وبخلط المزيج كامل. وهي هي النتيجة النهائية. عن جد جايز جربوها، كتير كتير بتجنن هاي الاكلة. وهي هو غدانا صار جاهز. وهلا بنبلش باليوم الثاني. فحبيت انه انا اسوي قهوة عربي او القهوة التركية زي ما بيقولوا. رح خلي المي بيغلي وبضيف على المي شوية سكر، انا ما بحب كتير السكر، وبضيف عليها القهوة وبخليها حتى تغلي وهيك القهوة تصير جاهزة. وهلا رح اسوي توست بالجبن. رح اخذ قطعتين توست وبدهنهم شوية يعني مو كتير،
وبقطعهم لنصين زي ما شايفين، حاولوا تمسكوا منيح عشان تقدروا تقطعوها، يعني انا تعذبت فيها. وبضيف عليها البسكوت وهيك صار فطورنا جاهز، وصحة وهنا على قلوبكم. وللغدا رح نحتاج كمان جبن طبيعي وقطعتين من التوست. رح ادهن قطعتين توست بكتير، يعني كمية جيدة من الجبن الطبيعي. وبعدين اخذ قطعة صغيرة من الخس وبحطها على التوست تبعنا، وبضيف قطعتين من الطماطم. ثم اني انا بحاول اني انا بقطع قطعة التوست تبعي على نصين. حاولوا جايز انكم ما يعني تنتبهوا كتير في القص، لانه انا شخبطتها يعني شوي. وهلا ناخذ حافظة الاكل وبحط فيها قطعتين التوست تبعي، وراح اخذ كمان نصف سمكة مشوية وبحطها، وبضيف كمان عليها السلطة. اكيد ما راح يكتمل الغداء بدون سلطة، وعشان ازين سلطتي راح اضيف عليها الذرة الحلوة او سويت كورن وشوية الزيتون. اكيد احنا التونسيين ما نستغنى ابدا عن الزيتون. وراح ازيد على الغداء تبعي غرد يكون 0% خالي من المواد الدسمة 0%، وهيك غداءنا بيكون متكامل وصحي 100%. وهلا بنجي لليوم الثالث. هون انا راح استعمل البغد كيكيوت، عن جد كتير كتير لذيذة، اسمها بالعربية الفصحى زبدة الكاكاوية. وراح اخذ قطعتين من التوست، وبس راح ادهن جهة من التوست فقط، لان البغد كيكيوت بقلبها كتير كالوريز. وكل عادة بقسم التوست تبعنا لنصين. وضفت لفطورنا تفاحة بعد ما قسمتها لقطع زي ما شايفين، ومعها الحليب الدافي. يامي. وعشان نحضر الغداء رح نحتاج البان ليباني كومبلي، اي الخبز اللبناني الكامل، ورح نضيف على الخبز تبعنا كمان الجبن الطبيعي. واكيد احنا التونسيين ما نستغنى عشان نحضر اي ساندويتش عن الهريسة التونسية الحرة. فانا ما بحب كتير الاكل الحار، فضفت شوي يعني بس هيك نغير النكهة. وضفت هون قطعة من الخس وقطعات من الجرجير، تقريبا هيك اسمه بالعربية الفصحى، وقطع صغيرة من السكالوب صدر الدجاج بعد ما شويتهم، وقطع من الطماطم، ورشينا عليها شوي سويت كورن الذرة الحلوة، واكيد الزيتون كمان ما بنستغني عليه، شوية قطع الزيتون. وهيك لفيتها جايز، حاولوا انكم تشدوا كتير وانتم عم تلفوا عشان الساندويتش تبعنا قطعه ما بتطلع لبرا. واكيد راح قسمه لنصين، وباخذ بس نص منه وبحطه في حافظة الاكل تبعنا. واكيد ما راح يكون الاكل صحي ومئة بالمئة متكامل بدون ديسير. فهون للديسير تبعنا اخذت فواكه جافة منها الحمص واللوز، واضفت كمان الرمان، وقليل يعني قطعة صغيرة من الموز، وقطعة صغيرة من الفرومبواز. الفرومبواز تقريبا بالعربية بنقول التوت البري. وهذا هو الغدا تبعنا زي ما شايفين، بالصحة والهنا على قلوبكم. جربوا جايز هاي الوصفات وصدقوني ما رح تندموا أبدا. وهلا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بتمنى انه هذا الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك واشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب اسفل هذا الفيديو، واكيد شغلوا زر الاشعارات. عندي ديروا بالكم على حالكم. Je vous adore.